بحييكم عن جديد مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، ومنختم بتحلى الحياة مع السيدة كريستيان أبي نادر فضول، وهي نائب رئيس شركة 114 عماتوري. أهلا وسهلا فيك. بونسوار مدام. عبالنا اليوم نركز على مستحضرات 114 عماتوري، بس بالبداية عبالنا نعرف كيف تأسست الشركة وليه اسمها 114 عماتوري. أوكي، تأسست الشركة سنة 1928، وبلشنا نحن كنا كتير مشهورين بالعطورات، وهلا نحن كثير قوية بالشاورجيل، اذا بدك ليدر براند كومبيرينج تو مالتي ناشونال براندز. وليه اسمها 114 عماتوري الشركه؟ لانه من زمان وقت كان ينزل السيلز مان على السوق، بتعرفي 1928 ما يعرف يقول له اعطيني اودو فيرفان اللي هو اسم كثير صعب، يقول له اعطيني ال 114، اعطيني ال 114. دونك من هون بلشنا باسم 114، وعماتوري هي اسم العائله، هو جوزيف عماتوري هو اللي أسس الشركة، وكلنا بنعرف أنه 114 عماتوري صنع لبنان، وهذا فخر لإلنا أنه نكون صنع لبنان وعنا هالكواليتي وعنا هالباكيجينج، وعم نشتغل أكيد على الانوفيشن وعلى الديفلوبمنت ومستحضرات عديدة أكيد، ونحن كل سنة عنا مستحضرات جديدة عم تنزل على السوق. عم نحكي عن تقريبا رح يصير لكم 100 سنه، احتفلوا بال 100 سنه، رح يكون احتفال كثير كبير يعني. طبعا بس بهال 100 سنه مثل ما قلتي دائما في تطور، دائما في افكار جديده ودائما مفيده، لانه المستهلك اللبناني اذا ما بتقد هو مستهلك كثير بكي، يعني بيعرف شو بده وبيعرف شو طلبه، اذا ما بتقدمي له احسن كواليتي باحسن باكجينج وكمان السعر يكون لوجيك ما بقعد يشتريك، بفضل يشتري شيء ثاني. دونك انا بقول انه كل مستهلك بجربنا بيرجع بيشترينا مره واثنين وثلاثه. على فكره انا هون بدي اقول شغله كثير مهمه، نحن وقت بلشنا ما كنا نحط دعايات على التي في، كنا نوزع سامبلز، ما كان عندنا هالبادجت يعني. هلا صرنا نحط دعايات، دونك علقوا الزبونات من ورا هالسامبلز. دونك انا مقتنعه انه كل زبون بجربنا بيرجع بيشترينا، وهلا صار عندنا كذا كاتيجوريز بال لو ما هلا قد واثقين من 114 أكيد. ما كنتوا يعني ما كان اقتنعوا من هيدا السامبل مضبوط. يعني بدنا نحكي اليوم مع اقتراب فصل الصيف. هلا انا بدي احكي على نيو رينج اللي هي صار لها 3-4 سنين اشتغلنا على ريلوكينج فيها، واشتغلنا على تو نيو برودكتس. هيدي سانتين رينج هي بتسرع البرونزاج، وفيها كمان هون بدي ازيد شغله كثير مهمه، انه كل الرو ماتيريالز نحن بنشتريها من يوروب، والفورمولاز بتتصنع بلبنان. دونك هون فيها كاروت اويل، فيها فيتامين اي، وفيها اس بي اف 6. الكاروت اويل هو بيسرع البرونزاج، يعني كل انسان وقتها بينزل على البحر بحب ياخذ لون بسرعه. وهو انتي اوكسيدان، كمان بيمنع تجاعيد الجلد، بيمنع الفييسمان، يعني كمان كل العالم بتخاف من أشعة الشمس وبتخاف إنه، وهو هو موسترايزر ونورشينج للسكين، وزيادة زايدين الفيتامين إي يلي كمان هو أنتي أوكسيدان وموسترايزر ونورشينج للجلد، مرطب وبنفس الوقت عم بيفيد البشر وبيغذي الجلد. وعلى فكرة روايحهم كتير حلوة، يعني منعشة على البحر، يعني بتحطيها وبتنبسطي إنه عندك ريحة حلوة. هلا انا اللي حابه افرجيه على الكاميرا انه نحن طلعنا تو نيو برودكتس اللي هن مميزين، انه وقتها بتحطوا بتعملوا ابلكيشن بتشوفوا دغري الجولد بتشوفوا دغري انه خلص اوريدي صار لون الجولد، ومثل الوقت رح تاخذي لون. يعني هيدي شوي سوفيستيكي اذا بدي، كل النسوان بحبوا يحطوا قصص، رح فرجيكم شوي اللون اللي عن جد نحن بنكون طالبينه. لون البرونزي بس على جولد. جولد، هيدا جولد. بيجي هلا اكيد على السكين ببين غير شيء، بس انا حبيت طبيعي شوي فرجيكم اياه يعني. سو نزل هيدا اللي بدي اقوله، انه نحن في كل هيدا البرودوي في جليترز، والجليترز بنجيبهم من المانيا من عند اهم سبلاير. لحتى ما ياذي الجلد. ويكون كتير مفيد يعني. مش انه وبدي زيد شغله كتير مهمه، نحن كل البرودويات اللي بتنزل على السوق تستي درماتولوجيك، بينعمل لها تيست قبل ما تنزل، لانه كنا بنعرف انه
بيقدروا يؤذوا كلكو بار يعني ما فينا نحن اكيد خاصه نحكي بالجسم والجلده. على فكره نحن كثير بيكي بشغلنا وكثير نهتم بكل شيء كواليتي عنا يعني، لانه برجع بقول الكونسيومر اللبناني بدك تقدمي له احسن شيء، هو كونسيومر فعلا بيعرف ينقي شو بده. خلينا نركز على شو رح نشوف غير الجولد؟ رح نشوف البرونز. البرونز هو مثل كأنك اوكي دغري صرتي بروز. هيدا انا المفضل عندي. ايه هلا شوفي. يعني هيدا احلى لون بعتقد. بصير ننزل على البحر مطمنين انه نحن منا بيض. لا هي كأنك حاطة اوتوبيس. أول مرة عم حب لوني، ولما ارجع على البيت كمان عم كون عم استفيد من اللون اللي اكتسبته. وفعلا بتاخذي لون كثير سريع، يعني بتحسي انه دغري اخذتي لون عليه، وبذات الوقت ريحته حلوه وبغذي الجلده وموجود بكل الفارماسي وبكل السوبر ماركت باسعار كثير لوجيك يعني. فينا نشوف كيف صار هيدا لونك بس افنيه. اكيد فيك ليذر جواته يعني. بيعطي لمعه اضافيه. ايه. كلنا بنكون عم نفتش على هذا اللون على كل حال. أيه. يعني حتى شباب وصبايا بيفتشوا على هذا اللون. اكيد هذا هو. هلا اذا بدنا نحكي هون عنا الاويل بس هون سؤال، يعني نحن لما نحط لون البرونز على البحر قد ايه بيبقى منه بالحقيقه من بعد ما ناخذ بيبقى بتسرعي البرونزاج وبيبقى منه اكيد منه اوتو برونزان هيدا. أوكي. هيدا نحن عاملين له اذا بدك تكستور البرونز بس هو للبرونزاج يعني تاخذي لون تعملي برونزاج على البحر يعني. بس هيك بيكون لونه الواحد حلو وبيرجع بيستخدمه لياخذ بعد لون اضافي. يعني انه شغله حلوه انه تحطي سانتان وتكوني ديجا شوي برونزي. هلا ما رح تكوني كثير برونزي بس انه ديجا شوي اخذتي لون وبذات الوقت عم بيسرع لك انه تعملي برونزاج اسرع بكثير. طبعا هيدا الشيء بيعطينا ثقه على كل حال بحالنا اكثر لما نروح على البحر، ما نكون نحن بيض وباقي كل العالم اخذه لون، بيكون لوننا نحن يمكن الاجمل وبنكون عم نستفيد به. وفي كمان الاويل. ايه في عندنا الاويل كمان، في هيدا في كاروت اويل هو اباز ويل دو كاروت، وفي عندكم الجليترز. يعني بطلنا ناخذ عصير جزر موجود خلص موجود. بس بقولوا اكثر شيء لتاخذي لون حلو البرودكت لازم يكون في بقلبه، ما هو بيسرع البرونزاج وبخليك تاخذي لون حلو على اورانجي مثل ما عاده النسوان بحبوا. ما هي اذا بدكم فرجيكم هون كمان، بس خلينا نذكر كمان انه كل شيء عم نشوفه فيه حمايه ايضا يعني. اف بي نعم اكيد اف بي وهيدا المهم كمان اف بي 6 نعم. و هون شو عم نشوف يعني سي دغري يعني منه انه منه اكران سولير، بدنا ننتبه هذا للبرونزاج بس انه عنده شويه حمايه لحتى ما ياذي الجلد يعني. هاي هي هيدي هي الغايه منه الاس بي اف. هلا شو عم نشوف؟ نحن هون عم راينا على البرونز. لا بس تحب فرجي شوي كل البروديوات. هذا في كليترز اكثر يعني بتشوفوا اللمعه للاشخاص اللي بحبوا اللمعه الاضافيه يعني فعلا بايوتي هون رضيتوا كل الاذواق مع فعلا هذا العنصر. بتخيل في منهم ممكن يخلطوا الاثنين يعني فينا نخلط؟ اكيد فيك تخلطي يعني انا بختار بين الجولد والبرونز مثلا. شو بتخلطي؟ اعطينا نصيحه. حط اويل واخر مره رحت على البحر حطيت اويل وبرونز وحطيت اويل وجولد طلعوا رائعين طبعا. بعدين ريحتهم يعني ريحتهم مميزه بتبقي قاعده هيك ريحتهم سلسه وحلوه يعني اللي كانوا موجودين معي قالوا لي شو حلوه ريحه السانتا. ما بحكي لانه كثير اساس البرودكت لما نكون عم نحطه على جلدتنا كمان الريحه أكيد. تكون حلوه ضروري. وفي شاور ميلك كمان. ايه بس رح احكي بعد عنا هيدا جيل بس تفرجي شوي كمان عم نشوف سانتان. اوكي كمان بيعطيك شوي لون برونزي وقت تحطيه على الابلكاسيون دغري. هون بس سؤال بيفرق عن هوليك او لا؟ هون بس عم نحكي انه هون اذا بدك كونسنتري اكثر من هوليك، هوليك ليكيد اكثر، هون بتحسي انه بلو تكستشر سميكه اكثر تكستشر شوي بتختلف يعني. وعندك هون الجل العادي كمان كاروت اويل وهول هن يعني هيدا السانتر مجموعة على كل حال عن جد مميزة كتير ومثل ما قلنا انه بترضي كل الأذواق لأنها كبيرة والحلو انه فينا نخلط أكيد. كمان والخلطة بتكون عم تعطي نتيجة فعالة جدا أكيد. سانكاترز اماتوري اللي تعودنا عليه الشاور ميلك عم نشوفه هلا بشكل جديد باكجينج كمان ريلوكينج نعمل له. هيدا نحن
المستهلك اللبناني ما بيعرف انه في فرق بين الشاور ميلك والشاور جيل. شاور ميلك هو كتير في موسترايزرز يعني برطب برطب وبيخلي اذا بدك هو غير تكستير. رح فرجيكم شوي انا هون بذكرنا كمان. شوي بالاميرات اللي كانوا يتحمموا ولا بالحليب زيت السنساسيون. مظبوط هي زيت السنساسيون. اذا بتشوفوا هون يعني مثل كانكم مثل ما مثل ما مثل ما قلت انه مثل كانكم عم تتحمموا بحليب. واو هيدا الشيء بيبقى معنا كمان من خلال النهار بيكون عم بيرطب بشرتنا يعني بيعمل هيدراتيشن كثير قويه للجلد. يعني في عالم بيقولوا لك انا ما فيني استعمل الشاور جيل لانه بينشف لي جلدتي صح. في شاور ميلك هلا بيغنينا كمان يمكن بعض الاوقات عن الكريم من بعد مظبوط مظبوط. بس الكونسيومر اللبناني لحتى خليه يفرق بين الشاور ميلك والشاور جيل قررنا انه نغير لون الباكجينج. قبل كان ابيض وما كانوا يقدروا يميزوا بين بعضهم صح. قررنا انه نعمله جولد وهون اشتغلنا اكيد على الليبل وعلى الباكجينج وعلى لون الباكجينج. هلا الباكجينج شو الفرق بين الاسود؟ الاسود هو شاور جيل اورينتال وعمل بومينج كثير قوي بلبنان كتير كتير يعني لانه هلا الكتشي اورينتال كتير ترندي وكتير بحبوه يعني. وفعلا تتحممي فيه بتضل ريحه جسمي مثل كانك حاطه برفيوم في نص ساعه وبتهف ريحه الباثروم كلها عندك يعني بتقولي انه واو انه ما في مجال تتحممي فيه وما تشمي ريحه الاورينتال. وهلا كتير اخذ سكسي وانطلق بقوة. واكيد الباكجينج تبعه مميز كل شيء بينحط باسود بيلفت النظر. يعني اذا بدك بعيطه للكونسيومر عن الشيلف انه بليز اشتريني خاصة مع الجولد كمان ايه جولد واسود هلا يعني هيدي بتجذبه للزبون يعني. وبتجذب اللي حوالينا لما نحن نستعمل اكيد حلو الريحه الحلوه الان حلو شكله كمان بالتواليت عنا يعني. مجموعه غنيه كثير على كل حال عم نتعرف عليها من 114 عماتوري. في منتجات جديده عم تشتغلوا عليها افكار جديده كمان انا لانه نجح كثير الشاور فكرنا فوم. انه نجح كثير الشاور جيل اورينتال انه بدنا ننزل هاند ووش اورينتال بس فعلا رائع. بتغسلي ايديك بتضل ريحه ايديك نص ساعه ساعه مثل كانك حاطه بارفان. وهيدا نحن شيئتهم فوم منو نحن كنا اول شركه بلبنان نعمل الفوم فوم كونسبت يعني نحن الوحيدين اللي عنا هالفوم. وهون بدي ارجع اذكر شغله كثير مهمه انه من جوا البرودوي ليكيد مي بس هي البوب اللي بتخليها تصير اللي بتخليها تصير فوم. يعني هيدي نقطة كتير مهمة لأنه كتير في عالم بيسألونا طب إنه ليش هالقد مي البرودوي من جوا لأنه مجبورين إذا ما كانت التكستير هيك ما بيقدر يطلع فوم. كل ما كانت أخف كل ما بتطلع فوم. ورح فرجيكم على الكاميرا عم نشوف كل شيء على كل حال قدامنا لأنه هيدي السقة اللي بتحلوا فيها نعم. يعني يا ريت كنتوا قراب كنت شممتكم شوي الروايح. الواضح اصلا انه حسب الباكجز وشو مرسوم عليهم ان روايح حلوه. عشو عسل في شوي جوز الهند اورينتال هيدا مميزه هيدا اللي عم بتشوف مو عبر يعني 100% اورينتال. واو بس هلا ماشي هلا رح تضل ريحه ايديكي ورح تتذكري خليها على كل حال ما بدك مي رح تتذكري قد ايه فعلا ريحته حلوه. هيدي الميتسونيه اللي عم نحكي عنها ايه؟ يلي هي سقت كل الناس ب 114 عماتوري. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق واكيد كتار رح يكونوا استفادوا اليوم ومن نجاح لنجاح لكم. يا اهلا وسهلا فيكي. ميرسي كلكم ذوق يا هلا. نحن لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا. انا ما بحب الوداع سنتي خلص. بدنا نشكر كل يلي كانوا معنا بهيدا الموسم وساهموا بانجاح بتحلى الحياه. انت رح تلاقيهم بكره. انا رح اشوفهم بكره رح تلاقيهم معنا بلا رح اجي رح تجي ما فيني اكيد رح الاقيكم بكره بحلقه جديده وفقرات مواضيع
منوعة من بتحلى الحياة 5:30 المساء مباشرة على الـ LB2، وإعادة هيدي الحلقة 8:30 الصبح على الـ LBCI. إلى اللقاء.